ورجعنا لكم من جديد على كوين فري. انا عارف دلوقتي ان الاسبوع ده كل المواقع اللي كنا بنكسب منها اغلبها اصبح ما بيدفعش مجاني، وكمان سوق العملات الرقمية اصبح في هبوط، في اي موقع او اي مكان يدفع لك 1 سنت حتى خليك معاه لحد ما نشوف السوق هيروح فين وترجع تاني مواقع الربح يا ابو الصحاب. ولكن احنا في كوين فري دايما بنجيب لك اي حاجة كده تمشي بيها نفسك. معنا النهاردة تطبيق جديد. التطبيق فكرته انك انت بيكون معاك خلية نحل وبيكون معاك دبدوب او قطة او عصفور او اي حاجة سميها، المهم انك انت بتمشي صباعك كده على الشاشة، فانت بتعمل خط انك انت بتحافظ على الدبدوب من النحل ما يقرصوش، فكل ما بتحافظ عليه كل ما بتكسب اكتر، ودي طريقة الربح النهاردة. التطبيق بيدفع على باي بال او بيدفع على عملات محلية، ولو ما عندكش عملات محلية هقول لك برضو ازاي تسحب على التطبيق. لما تنساش تعمل لايك لو عجبك المحتوى، وتعالى اشرح لك. طبعا التطبيق هتسجل فيه بجيميل او بالفيسبوك، تقدر تسجل باي حاجة تعجبك، مفيش اي مشكلة. رابط التحميل هتلاقيه موجود في اول تعليق وموجود في الوصف. انت بمجرد ما بتسجل بيكون عندك مثلا التطبيق فاضي، فكل ما بتعلق ليفل او تطلع مستويات كل ما بيظهر لك طرق اكتر او بيظهر لك صناديق اكتر. ولكن لو ما ظهر لكش اي صناديق خالص، معناها ان بلد حضرتك مش مدعومة في التطبيق. ولكن استنى يا زميلي، هتكلم الدعم تقول له انا عايز افتح البلد بتاعتي. ايه البلدان المدعومة؟ تقدر انك انت تفتح على مصر مدعومة 100%، مفيش اي مشكلة. بتسحب على عملات محلية او على باي بال، او تقدر تسحب برضو على اي عملة تعجبك. دي حاجة تقدر انك انت تعملها براحتك يا زميلي. طيب التطبيق هيكون معاك بالشكل ده. الفكرة كلها ان في نحل هنا بيطلع عشان يقرص الدبدوب او العصفور او الدوش كوين او اي حاجة. فانت الفكرة انك انت بتعمل خط كده، ولكن في حاجات مهمة. ممكن يكون في مية تحتك، فانت لو عملت خط عشان تحمي الدبدوب ممكن الخط ده ياخد الدبدوب وينزل في المية يغرق، فلازم تكون الخط بتاعك حلوة والصحاب وتكون كده خطاط كويس يا زميلي. وعندك من فوق هنا عملتين، العملة الصفراء والعملة الخضراء، الاتنين قابلين للسحب عشان ما دوخكش، ولكن في واحدة منهم بتكون بحد ادنى والتانية ما بتكونش بحد ادنى، تقدر تسحب لما توصل للسحب يا زميلي. اول ما بتسجل بيكون ليك 3 عجلات حظ، هتلاقيهم على ايدك الشمال، هتلاقيهم من فوق تحت اللايك بالظبط اللي انت لسه بعامله دلوقتي يا صاحبي. فهتلاقيهم طبعا ليك 3 مرات كل 72 ساعة او كل 3 ايام، ولكن بيكونوا مفاجآت. يعني ممكن كل ما تعلي ليفل يظهر لك اكتر. بتاخد عملات والعملات دي بتتخزن عندك يا زميلي. وعندك في الاسفل تحت بيقول لك لو انت عايز تاخد مثلا 200 قطعة اللي هي عاملين 20 سنت يعني بالعملة المحلية، هتدوس حضرتك هنا على 200، هتلاقي طبعا هي عندك في الشاشة وظهر لك الكود، هتدخل الكود ده مش اجباري ولكن تقدر تتخطاها عادي. لو انت عايز تاخد 200 فانت بتدخل كود وموجود عندنا في الوصف وموجود في قناة تليجرام برضو، لو عايز تاخده تنسخه وتدخله في التطبيق، دي حاجة مش اجباري ولكن برضو تديك بونص اضافي يا زميلي. عندك من الاسفل برضو اي حاجة بتعملها في التطبيق، اصبر بس هشرح لك ازاي تكسب دلوقتي. سهل جدا، ولكن انا بشرح لك الحاجات اللي انت هتستفاد منها والحاجات المهمة بالنسبة لك. طبعا بالنسبة للحاجات دي كلها انت هتكملها، اي حاجة هتكملها هتستفاد منها وهتكسب منها بونص. في عملة خضراء وعملة صفراء والاتنين قابلين للسحب. هتقول لي بقى يا عم احمد نلعب ازاي دلوقتي؟ بص هي الصراحة بتركز عليها جدا، يعني بتشتت لك التركيز ولكن ممتعة في نفس الوقت. هنا خلية النحل، انا بمجرد ما بدوس على خلية النحل الشاشة بتختفي اهو، بتظهر وبيظهر خط. زي ما قلت لك لازم تحافظ على النحل اللي قدامك ده عشان ما يقرص الدبدوب، وهو راح قرص الدبدوب فانا كده ما كسبتش اي حاجة. اكسب امتى؟ لما احافظ عليهم. احافظ عليهم امتى؟ ارسم خط كويس يا صاحبي. هتلاقيها لعبة ممتعة جدا، حتى اصلا ممكن تلعبها من غير ما تكسب. يعني في ناس ممكن تقول لك طريقة اللعب عجباني من غير حتى ما اكسب، ولكن كده كده وانت بتلعب بتكسب يا صاحبي. فانا برضو بحاول، ان انا دلوقتي وصلت ليه في 13، فما العب 1 و2 و3 و4 بيكونوا سهلين، انما بعد كده طبعا بتكون الموضوع صعب. طيب لحد دلوقتي انا ما عملتش احسن حاجة، ولكن لحد دلوقتي محافظ على الدباديب، النحل مش عارف يدخل لهم، وبرضو محافظ عليهم ما نزلوش في المية. فبالشكل ده انا كده اخدت 5 سنت من العملة المحلية يا جماعة، مش 5 سنت من الدولار، لان انا دلوقتي بلعب على العملة الخضرة. طب الصفرة نجيبها منين يا عم احمد؟ اهدى عليا يا صاحبي، هناخدك دلوقتي ونروح نجيب الصفرة والخضرة والبرتقاني كمان لو عايز يا صاحبي، بس ما تنساش تعمل لايك. فاحنا دلوقتي كسبنا العملة الخضراء. هنا بيكون ليك 21 محاولة، بعد ما بينتهوا لازم تتفرج على فيديو عشان يتفتح لك 21 محاولة من جديد، عشان ما تجيش تقول لا محمد انا عملت 5 مرات وانتهوا.
لا انت عملت 21 ولسه تتفرج على فيديو عشان ينضاف لك 21 كمان. طبعا زي ما انت شايف كل ما بتخش في الليفلات اكتر كل ما بتكون مدتها بتكون اقل ولكن بتكون اسرع عندك. طبعا تقدر تغير لون القلم ده لاي لون يعجبك، بتتفرج على فيديو بيديك اللون اللي انت عايزه، ولكن هي دي الفكره ببساطه. اكيد انت دلوقتي فهمتها، مش عايز اكتر كتير عليك يا صاحبي عشان انا عارف السوق بتاع العملات الرقميه هابط واحنا عايزين دلوقتي نشوف اي مكان نكسب منه يا زميلي. في حاجات تانية بقى تقدر تكتشفها مع نفسك زي مثلا عجله الحظ اللي بتديك العمله الصفرة، ولكن الحاجات اللي انت بتعملها في التطبيق بتعلي الليفل، كل ما الليفل عندك بيعلى كل حتى اصلا طريقه الربح عندك ما بتبقى اكتر. يعني اول مره في ليفل واحد انت بتكسب 1 سنت، لما بتوصل ليفل 20 بتبدا تكسب 5 سنت وهكذا. انا ما طلعتش اكتر من ليفل 21 ولكن من 1 ل 21 كل مره بيكون الربح اكتر. هنا مثلا بيقول اطلع 21، اطلع 20 وهتاخد 40 قطعه اللي هي 40 سنت من عمله الدولار، بعد يبيع من عمله الدولار يا زميلي. فهعملهم ازاي؟ هكمل 20 مرة. اكملهم ازاي؟ اللي هي اخلص ليفل واحافظ على الدباديب لحد ما ينتهي، و20 مرة اللي هي 20 ليفل. بعد ما بينتهوا بيقول حضرتك 80، وبعد كده بتاخد 1300، وبعد كده بتاخد 9000، وبعد كده زي ما انت شايف قدام حضرتك انت وحظك. ده طريقة انك انت تكسب العملة الصفراء، انما العملة الخضراء اي حاجة بتعملها في التطبيق بتسمع عندك يا زميلي. الاثنين بيتسحبوا، ولكن العملة الخضراء بتحتاج انك انت تكمل 100%. انا عندي على سبيل المثال هنا 3% هكملهم انت يا عم احمد، تقريبا بيكون 20 دولار او 25 دولار، ولكن كده كده بتسحبها يا صاحبي. ولكن عامة انت كده كده هتركز على العملة الصفراء، لان الصفراء اسهل واحدة في الربح، وبتكون هي الحد الادنى للسحب بتاعها 5 جنيه على مثلا فودافون كاش، او على بايبل بيكون 6 دولار. طبعا الفرق بين 5 و 6 دولار كبير، ولكن هم عشان مش عرب فهم 5 5 10 10، الواحد عندهم بواحد. طريقه السحب احنا سحبنا كتير جدا من التطبيقات دي، بتكتب الجيميل وبعد كده بتكتب العنوان. وناس بتقول لك يا عم احمد انا البايبل عندي مش مفعل، يسحب على بايبل مش مفعل بدون اي مشكله. طريقه السحب، السحب بيوصلك من يوم لحد 3 ايام. طبعا انا السحب وصلني في نفس اليوم، لان انا طبعا عشان اخلص الفيديو، ولكن بيوصل من يوم لثلاث ايام، اقصاها 4 ايام، ولكن في حاله مثلا دخل عليك سبت وحد لان ده بيكون اجازه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في جديد على كوين فري.